معانا عبر الهاتف محللنا التحكيمي الكبير كابتن جاد جريشة. كابتن جاد صباح الخير، مشرف ومنور. كريم صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدينك وطبعا نورك انت. حالات كتيره النهارده جدليه، بس هبدا معاك من مباراه الاهلي. طرد الكابتن سعد عبد الحفيظ، ضربه جزاء غير محتسبه، كان فيها اعتراض من النادي الاهلي، راي حضرتك ايه؟ والله يا كريم النهارده انا اتفرجت على ماتشين، فلو سواء الاهلي والمصري والاهلي والمصري المقصه والزمالك، النهارده في عدم رضا عن التحكيم بصوره عامه. هنتكلم مثلا على ماتش المصري والاهلي النهارده، هكلمك في نقط محدده. في الدقيقه 8 هدف سليم للنادي المصري، ولكن اللاعب اللي احرز الهدف وضع الفريق على وجهه بالاحتفال، ده لازم انذار. اللاعب ده خد انذار بعد كده، كان لازم ياخد انذار في الاحتفال، ولما خد انذار كان الانذار الثاني لو هينطرد فيه. يعني بتتكلم انه كان يستحق الطرد في هذه المباراه. يعني هو الراجل كان خد انذار بعد كده، بس هو في احتفاله بالهدف حط التيشيرت على احتفال، وضع التيشيرت على وجهه، ده في الاتحاد الدولي ده انذار مستحق، ما خدهوش، وخد انذار بعد كده كان هيستحق طرد. في انذار مستحق ايمن اشرف في الدقيقه 19، في ركله جزاء للنادي الاهلي في الدقيقه 31 دافع بالجسم. يا حضرتك بس الاول واحده واحده كده، حضرتك بتقولي كابتن جاد، حضرتك بتقولي دلوقتي ان هيثم العيوني اللي هو سجل هدف المباراه بعد ما رفع التيشيرت على وشه كان هياخد انذار، وهو خد انذار اخر في وسط المباراه، فهيثم العيوني كان يستحق لان احتفاله بالهدف حط التيشيرت على وجهه، ده تعليمات الاتحاد الدولي، ده لازم انذار في الاحتفال بالهدف، وضع التيشيرت على وجهي ده انذار مستحق، مفيش فيه جدال، ده الحكم طبعا ما احتسبوش. تمام. في الاهم بالنسبه لي لعبتين ركلتين جزاء للنادي الاهلي في الدقيقه 31، في ركله جزاء لمحمد شريف لم تحتسب، اللي هي خد محمد شريف الكره في صدره بصدره، واللاعب المصري دافع بالجسم، الدافع مش شرط بايد كريم، في دافع اسمه دافع بالجسم، وده حصل في اللعبه ديت، وركله جزاء لم تحتسب. هو تواصل مع حكم الفار، لكن حكم الفار اللي كان موجود ما كانش عنده قناعه باللعبه. في لعبه ثانيه بتاعه حسام حسن دي في الشوط الثاني، وكان ماسك دي سبب اللعبه اللي بعدها تكسر كابتن سلاح حفظ اعترض وانطرد بعد كده، دي ماسك تقدم الخصم، ماسك كامل من لاعب النادي المصري لحسام حسن، وكان دي لازم يتم استدعائه من حكم الفار ويشوفها، ودي ركله جزاء صحيحه ثانيه للنادي الاهلي لم تحتسب النهارده في المباراه. هكلمك برضو يا كريم في نفس المباراه، في ركله حره مباشره للنادي الاهلي والغاء هدف للنادي المصري، كان القرار سليم من حكم المباراه، كان في دهس او دوس على رجل أبشة، وكان القرار مظبوط والغاء الهدف كان سليم في اللعبه دي. يعني انا بتكلم على مجمل المباراه، ركلتين جزاء في المباراه للنادي الاهلي وطرد كان في للنادي المصري، وفي لعبه كمان لمحمد شريف كانت مهمه جدا في الدقيقه 52، اللي هي كان الاهلي بيطالب بركله جزاء لما لعيب النادي المصري اخر لاعب ركله في ايده، الركله في اليد ديت كانت بره منطقه الجزاء مش جوه منطقه الجزاء، كان لازم في استدعاء من حكم الفار لانها كانت ركله حره مباشره للنادي الاهلي وطرد مباشر لان كان فيها انفراد لمحمد شريف بالمباراه. وبالتالي مباراه المصري والاهلي النهارده التحكيم غير مرضي، وكان في يعني الناس حتى شكت ان في فار موجود في المباراه، وده كان التعليل الاكبر في المباراه النهارده ان في اخطاء كتيره جدا. يعني الملخص بتاع كلام حضرتك ان الاهلي كان يستحق ضربتي جزاء اليوم وطرد للاعب المصري هيثم العيوني. بالظبط. لو في وقت مع حضرتك كلامك على ماتش المصري المقصه والزمالك. طبعا يا فندم اتفضل. ماتش مصر المقصه والزمالك النهارده ركله الجزاء اللي في الدقيقه 6 تم احتسابها نادي الزمالك، دي ركله جزاء غير صحيحه، لان يد اللاعب مصر المقصه كانت هي اي نعم تم ادارتها، بس بنتكلم كلعبه تحكيميه. لاعب نادي مصر المقصه ايده ما خرجتش من جسمه في وضع طبيعي وما كبرتش الجسم، وبالتالي لمسه يد موجوده ولكن لا تحتسب لمسه يد لانها غير متعمده، وبالتالي ركله جزاء غير صحيحه تم احتسابها نادي الزمالك. في قرار سليم في الدقيقه 49 لما الحكم احتسب انذار لبن شرقي والفار استدعاه، وكانت لعبه فيها قوه زايده من بن شرقي باستخدام الصد الجسم باستخدام الصد الحذاء في لعب عنيف على صدر اللاعب نادي مصر المقصة، كاستخدام الصد ده كسلاح، وبالتالي كان طرد، قرار الطرد مظبوط، هو طلع شافه في البار ورجع بالطرد مظبوط. اطرف لقطه في المباراه كريم في الدقيقه 93، حارس مرمى مصر المقصة ممسك بالكوره ويخرج بيها بكامل هيئتها خارج منطقه الجزاء، وبعد كده بيضعها على الارض واللعب يستمر
في الدقيقه 93، ودي لعبه يعني لقطه غريبه جدا، مش عارف انت عندك اللقطه ولا لا تشوفها. الحارس ماسك الكوره في ايده، اللعبه مستمر، وخرج بالكوره وخارج منطقه الجزاء، وبعدين وضع الكوره على الارض بدون احتساب خطا على الحارس، خارج منطقه الجزاء، ممسك بكورته خارج منطقه الجزاء. في لعبه طريفه جدا النهارده شفناها في المباراه، وبالتالي انا النهارده من 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 متابعتي للماتشين في وقت واحد كان الاداء غير مرضي عن التحكيم النهارده في الماتشين الاثنين. كابتن الكبير، نتمنى ان شاء الله التوفيق في اللي جاي، لكن النهارده في علامه استفهام كبيره في تحكيم مصر النهارده في ماتش المصري والاهلي، او مصر المقصه والزمالك. صحيح. كابتن الكبير كابتن جهاد جريشه محللنا التحكيم، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله.